نفذت مديرية تربية الحسكة مبادرة ضمن حملة قوتي في تعليمي التي أطلقتها وزارة التربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. النشاط الطلاب يدعون زملائهم الذين لم يلتحقوا بالمدارس لالتحاقهم بالمدارس. لدينا فئتين من الطلاب، من انقطع لأكثر من عامين والتحق بالدوام، والطلاب النظاميين المداومين، فهم يدعون كافة زملائهم الذين لم يلتحقوا وانقطعوا لأكثر من عامين لالتحاق المنهاج الفئوي التجريبي، يبدأ بأعمار من 8 سنوات إلى 15 عام، يقضي الطفل عامين بعام واحد ويلتحق بأقرانه في الصفوف النظامية. طبعا هاي حملة توعية لمدارس الفئة ب من أجل المنهاج التجريبي، دعوة لجميع التلاميذ الذين تسربوا عن التعليم للحد من ظاهرة التسرب وردم هوة الفاقد التعليمي لدى جميع الطلاب. نحن نريد تعلم المنهاج السوري فئة ب لتخطي جميع الصعوبات ونبني مجدا للوطن فقوتي في تعليمي. أدعو جميع أصدقائي الذين يتأخرون عن التعليم والمنسربين أن يلتحقوا المنهاج السوري الفئة ب. بعد انتصار الجيش السوري سننتصر بالتعليم. قطعنا من المدارس من نتيجة الإرهاب وعدنا إلى المدارس فئة ب. وتضمنت المبادرة قيام مجموعة من تلاميذ المدارس بالتجمع عند مفارق الطرق وسط مدينة الحسكة وتوزيع بروشورات توعية وحث للأهالي ليسجلوا أطفالهم في المدارس التي تم تحديدها لتعليم منهاج الفئة ب. وتستهدف مناهج الفئة ب الأطفال المتسربين من التعليم للأعمار ما بين 8 إلى 15 عاما لإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة تعليمهم. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.